مربوحة مربوحة يا مربوحة. اهدى انت صحيت. صباح الخير يا جوني. الراوتر. ايه الراوتر؟ فين الراوتر؟ الراوتر الكبير دسه من ساعة ما قطع النت من على الدوار. ايه عاوز اقول يعني فين فين فين؟ ما انتوا بتدخلوا ازاي على الانترنت؟ بتدخلوا ازاي على الانترنت؟ اسكت، ما احنا ما بنخشوش. كذابه. انا كذابه؟ الله يسامحك يا جوني. وبعدين انت بتسال ليه؟ هو انت مش قلت ان انت مبطل؟ ما انا مبطل مبطل. امال عينك بترعش كده ليه؟ لا ده علشان حبوب لقاح بتاعت الورد. عشان احنا في الربيع. انت بتفتحي لي محضر؟ فين اللي اليو اس بي اللي بتخش بيه على الانترنت؟ بتقول اليو اس بي فين؟ الانترنت الابيض ده؟ ايوه. معرفوش. انت بتستعبطي. قصدي يعني معرفش مكانه. انت ايه؟ بتخوتيني ليه كل شويه تبصي ورا؟ في ايه هناك؟ اصل كان في حبوب لقاح معديه كده يعني في الربيع. انا كنت بكذب، احنا في الخريف ما فيش حبوب لقاح. يا كذاب. ايه ده؟ يا جوني يا جوني انا حاطه شربات. شربات ايه يا ام الشراب؟ انت ما عندكش الا شراب واحد وسمعك طول اليوم براه. انت شفته؟ استنى والنبي يا جوني. استنى يا جوني. انت بتحلف باي حاجه وخلاص. استنى استنى. اوه ماي جاد ماي بيبي اي مس يو. هاتي البتاع ده. هاتي. لا لا، هو انت مش قلت ان انت هتبطل؟ ما انا مبطل. هبطل هبطل اخر مره. ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس رجلك. لا 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 لا، ما دام قلت ان انت هتبطل يبقى ما ترجعش في كلامك. انت بتذلني. اللي عايز حد يبطل حاجه ما يقعدش يعمل له كده. امال يعمل له ايه؟ يعملها كده مثلا. ايوه صح. هاتي جوني، انت قلت ان احنا لازم نساعدوك. انا مش عايز صفه من حد، هناخد كل حاجة. يا جوني يا جوني استنى يا جوني. ما تخوتيش أمي. يا جوني اثبتي. هاتي اليو اس بي. لا لا مش هديك حاجة. هاتي اليو اس بي عشان أعرف أخش على الإنترنت. الإنترنت دي أصلا حرام. لا حسب ما بنستخدمه في إيه. أنت بتبرر عشان أنت مدمن. أنا مش مدمن. أنت بترمي أي حاجة وخلاص. عشان مودي وحش عصبي. يا جوني يا جوني، اخوك عاوز مصلحتك. اخ ده اخ؟ في اخ يعمل في اخوك كده؟ لوك ات مي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز حاجه من الاثنين، يا اما تديني اليو اس بي ده عشان اخش على الانترنت. يا ده الانترنت. يا اما تديني فلوس عشان اشتري فولورز وابقى من الفمايصه. فمايصه هاتي فلوس. عاوز فلوس حالا يا إلما حرتك الجريمة. اتهمني بالجنون وداني كام شتيمة. ببان كل القوض بتتفتح عيلتي بتتفرج. لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك. هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك. أمي بكت بحرقة قدامي فوق 3 ثواني. رميت لي فلوس وبصوت عالي بشوفش وشك تاني. امشي مالكش أم يا أبغض من شيطاني. خدت الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني. قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة. وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة. هي هي الحياة هو هو أنا أنا. زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت. Oh my God! Can't move my head!